الأستاذ مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للتعامل للعمل الأهلي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية. أستاذ مصطفى مساء الخير. مساء الخير دكتور عمرو، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. دي تعتبر أكبر مبادرة من نوعها فيما يتعلق بتقديم الدعم الغذائي. ده صحيح. إيه تفاصيلها يا أستاذ مصطفى؟ هي الحقيقة المبادرة يمكن كانت من أهم توصيات المؤتمر الأول للاتحاد الوطني للعمل الأهلي بحضور السيد الرئيس، ويمكن سيادته كان بيوجه للتحرك بشكل أسرع في مسألة الأمن الغذائي، خاصة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في الريف المصري، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ومن هنا تشكلت مجموعة عمل داخل الغرفة المركزية للاتحاد الوطني للعمل الأهلي المشكل من 30 أو من أكبر 30 مؤسسة وجمعية خيرية تنموية على أرض مصر، وبيضم تحديهم أكثر من 30,000 جمعية قاعدية منتشرة في كل القرى وكل المحافظات، 27 محافظة. تم تقسيم المبادرة إلى ثلاث شرائح مختلفة، شريحة خاصة بتقديم السلات الغذائية المستمرة يمكن لما يقرب من 1.5 مليون أسرة مستفيدة بشكل شهري منتظم، ثم معلش 1.5 مليون أسرة، 1,500,000 أسرة هتستفيد إزاي؟ بتوزيع مواد غذائية وكروت الخير. كروت الخير دي بعض الجامعات أعضاء التحالف بيوزعوا كارت على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وغير القادرين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. الكارت بيكون ليهم الحرية في اختيار بضاعة بما يقرب من 300 جنيه قيمته إلى 500 جنيه من أي محلات بيبقى عليه علامات تجارية معينة خاصة بالدفع الإلكتروني. وهنا احنا يمكن بنوزع أو بنعطي الحرية لاختيار المواد الغذائية اللي تناسب الأسر حسب احتياجها في كل محافظة مختلفة. بعض المحافظات بيكون لهم احتياجات في البقوليات والمواد التموينية مختلفة عن بعض المحافظات الأخرى، ودي احنا بنشوف في المناطق الحدودية بالتحديد زي مناطق حالية أبو شرتين وأبو حدير راس حدربة وأبو رماد ومنطقة مرسى علم وسفاجة والقصير، كل مناطق البحر الأحمر احتياجاتهم في الشراء مختلفة تماما عن مناطق جنوب سيناء وشمال سيناء ومناطق الوادي الجديد ومرسى مطروح. وبالتالي كان من هنا اختيار بعض الاختلاف شوية في تقديم الخدمة الغذائية أو السلة الغذائية، أن يكون عندنا كروت الخير. الكارت ده له قيمة محددة حسب أعداد الأسرة، يعني لو الأسرة النهارده 5 أفراد فبياخد الكارت قيمة 500 جنيه في الشهر، لو هي أقل شوية بنبدأ نخليه 400 ثم 300، فهو بيتراوح من 300 ل 500 حسب أعداد الأسرة الواحدة. وبالتالي ده خدمة بتقدم غير السلة الغذائية والكرتونة الغذائية المتعارف عليها زي كرتونة رمضان بتتكون من 15 ل 20 كيلو برضه حسب عدد الأفراد الأسرة اللي هيقدم ليها الخدمة. الشق الثالث وهي الوجبات الساخنة، ودي مطابخ خيرية زي التكية كده بالضبط، بتبقى منتشرة على مستوى الجمهورية من خلال بنوك الطعام وكل الجامعات الشريكة الرئيسية لديهم دلوقتي بنوك زي اللي احنا شفناها يمكن في الحفل أمام السيد الرئيس، مطبخ متكامل في حي الأسمرات بيخدم عشرات الأطفال بشكل يومي في كل الحضانات والمدارس، وده بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم انتشار هذه المطابخ في الأماكن برضو النائية والبعيدة والمناطق الحدودية عشان ما ننقلش الأكل لمناطق بعيدة، وده يكون فيه مشكلة أو خطورة في نقل الوجبات السخنة المطلوبة لأطفال المدارس بشكل مستمر أو بشكل يومي. حتى في وقت الأجازات هيتم تسليم هذه الوجبات الساخنه الى المنازل عن طريق الجمعيات القاعديه. فهنا بتتقسم المبادره حضرتك لل 5 مليون مستفيد على مستوى الجمهوريه على مدار العام ان شاء الله 23، في وجبات مستمره شهريا، في وجبات ساخنه لطعام الاطفال في المدارس عشان مشكله الانيميا والتقزم والامراض اللي بتصيب بعض المدارس في بعض المحافظات خاصه في شمال او جنوب الصعيد، ثم بننتقل لفكره كروت الخير، وده بنحاول نعممها وتكون اكثر انتشارا على مستوى الجمهوريه عشان يكون في حريه في اختيار السلع الغذائيه المناسبه لكل محافظه او لكل قريه او لكل نجع خلاف باقي. مش عاوزين احنا نفرض بعض المواد الغذائيه لمكونات الكرتونه، عاوزين ندي حريه اكثر، عاوزين ندي شعور بانتمائهم للدوله بشكل اكبر وكرامتهم في سد احتياجاتهم، وده يمكن السبب الرئيسي في اسم المبادره. وبالتالي كان ان احنا خيرك سابق ده كل اللي بيقدموا وكل اللي بيستحقوا الدعم هم خيرهم سابق وهم شركاء في هذا الوطن، وده حقهم علينا احنا كمان كمنسقين ومسؤولين عن هذا التحالف ان احنا نبدا نكون متواجدين باكبر حمله اطعام في هذه الظروف الاقتصاديه العالميه مش بس في مصر، وده افضل وقت نقدر نقدم ده لان في
ملايين الأسر هتحتاج الدعم ده بشكل متزايد، هيحتاجوا يكون المجتمع المصري في ظهرهم وسند ليهم ويكون شريك معاهم في هذه الظروف. يمكن دي فرصة أسأل حضرتك أستاذ مصطفى، أنه يعني إحنا خلال تقريبا شهرين، يعني شهر ثلاثة، شهر رمضان المبارك اللي هيجي في شهر مارس بإذن الله، وأسألك هل في مبادرات معينة تتعلق بهذا الشهر الكريم؟ في الحقيقة احنا يمكن ده ان شاء الله برضو بنجهز له من دلوقتي كل اعضاء التحالف الوطني، هيكون يمكن دي اكبر حملة لتعبئة وتجهيز الكراتين لرمضان. يمكن ان شاء الله نختار يعني اكبر مكان هيكون متواجد فيه كل الاعضاء اللي بيشتغلوا مع بعض وبيجهزوا لكل هذه الكراتين، وهي طبعا من ضمن نفس المبادرة. لكن طبعا رمضان زي ما حضرتك بتقول بيبقى له برضو روحانيات وخدمات وصدقات وزكاة مال بتوزع بشكل مختلف. أيضا هيكون لنا إن شاء الله الخيام الرمضانية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وبدلوقتي بنعمل الخطة بتاعتها عشان نكون مستعدين إن شاء الله في بداية شهر رمضان الكريم نكون مغطين أكبر قدر ممكن، خاصة المناطق اللي فيها طرق سريعة أو طرق صحراوية. لا. بيكون طبعا أهالينا من سائقي النقل و اللي بيرتادوا الطرق بشكل دوري ويومي بيبقى وقت الفطار لازم يكون لهم اماكن ميسره واماكن سهله يقدروا يتقدم لهم وجبه الفطار والسحور. نعم. وده الحقيقه احنا بنقدمها بشكل متميز جدا من اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي، الحمد لله اخترنا تقريبا اغلب الاماكن دلوقتي عشان يكون في تنسيق جهود ما بيننا وبين بعض في 30 مؤسسه وكيان داخل التحالف الوطني، ونغطي اكبر قدر ممكن من المناطق البعيده والمناطق المتطرفه والطرق السريعة المنتشرة على مستوى الجمهورية. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، شكرا جزيلا.